من 18 شهور كده كنت بتكلم على موضوع التعويم، وقلت انا هقف قدام هذا الامر لانه بيمس الامن القومي المصري. طب ليه؟ لان كان تقديرنا ساعتها الاقتصادي ان احنا ما نقدرش نعمل ده من غير ما يكون عندنا رقم معتبر من الاموال اللي نقدر ننظم بيها السوق ده. لما نسيبه كده كان ممكن قوي نتكلم على ارقام ضخمه جدا، تكلمني في 80 و90 ما هو كده بقى. لكن النهارده كان لما يكون معايا اقدر اقول رقم تقريبي، والدكتوره هاله تصلح لي 45 50 بين الرقم بتاع المشروع راس الحكمه وبين الاتفاق مع الصندوق 8 9، مش كده يا دكتوره؟ اتفضلي استريح، اتفضلي. والاتحاد الاوروبي وايضا اي امور اخرى، لما يبقى معايا الرقم ده واقدر ان انا يعني اعمل سعر مرن طبقا للطلب، يبقى انا ممكن انجح. لكن غير كده كان هيبقى في مشكله كبيره جدا في مصر. انا عاتبت رجال اعمال او عاتبت ناس في مصر الدولار ويراهنوا عليه ولا ياخدوه ولا كده؟ انا عاتبت حد؟ عاتبت ناس جابت البضائع وسعرت على ان الدولار ب70 وب80؟ عاتبت حد؟ ولا قلت للحكومه حاولوا تنظموا الموضوع من خلال اجهزه الدوله المختلفه؟ عملت اجراء حد ضد حد؟ ممكن حد يقول لي طب وانت ما عملتش اجراء حد ليه؟ ممكن حد يقول لي كده؟ يعني احنا في ازمه كبيره زي دي وكمان نعمل اجراءات ممكن تعقد الامر اكتر من اللازم، ولا نحاول ان احنا نحل المساله ونتعب كلنا شويه؟ انا بقول ما عاتبتش حد عشان ايه؟ اوعى حد يزعل من الكلمه اللي هقولها، اوعى تدوا لظهركم البلاكو، اوعوا تدوا ظهركم لبلاكو كلكم كلكم. الكلام اللي هقوله غريب قوي، ده هم يومين على وش الدنيا، هم يومين كلنا هنقعدهم على وش الدنيا وهنمشي. اللي جمعته ان جمعته بالحلال نفعك، وان جمعته بحاجه تانية هيبقى نار عليك. لو كنت بتؤمن ان في حساب، اذا كنت بتؤمن ان في حساب وان الكون ده ليه صاحب وجابنا وبنختبرنا، اذا كنت بتؤمن بكده ما قلتش للناس ان، وحتى الناس المسؤوله عن الوعي حتى الوعي الديني ما اتكلمتش في حرمانيه اي سلوك من السلوكيات ديت، مع الوضع في الاعتبار ان الامور في الدول مش بالاخلاقيات وبالضمائر، الامور في الدول بالانظمه والقوانين، عشان بس تبقى الامور واضحه. لكن حتى النقطه دي غايبه عننا كلنا، مش عارفين ايه الحلال وايه الحرام في اللي بنعمله، مش عارفين ايه الحلال وايه الحرام اللي بنعمله. انا اسف اني بقول كده، انا مش بكلم كل الناس كده، بقول ان في كتير مننا ما ياخدوش بالهم وبيبصوا على الكلام ده يعمل ايه. تصوروا ان احنا لو انا هكسب نتيجه اللي انا بعمله ده، مش انا، انا راجل بشتغل يعني، بس من ضمن احتمالات اللي انا بعمله ده ان البلد دي تتخرب ونجيل بكل حاجه، الفلوس بره وانا هسافر بعدها على طول ومفيش مشكله يعني. بس انت اوعى تفتكر ان الموضوع انتهى كده، انت مش فاهم حاجه، انت مش عارف ان ليها رب، والرب ده قادر على انه يحل المساله. مين؟ ربنا. ولا اي يوم في اللي فات كان عندي شك والله العظيم.
واسالوا الحكومه لما كنت تقعد واضحكوا لهم بكره تتحل بفضل الله سبحانه وتعالى. بفضل مين؟ بفضل الله سبحانه وتعالى. ودايما كل ما استقامتنا تزيد وامانتنا تزيد وشرفنا يزيد هيبقى الفضل اكبر والكرم اكبر معانا كلنا.